وفي دوري زين الممتاز لكرة القدم واصل العربي سلسلة انتصاراته بالتغلب على ضيفه خيطان بهدفين لهدف على استاد صباح السالم ضمن الجولة الخامسة من الدوري، وبهذه النتيجة سجل الأخضر فوزه الخامس على التوالي رافعا رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، وبقي خيطان عند رصيده السابق بأربع نقاط، كما حقق الكويت فوزا على اليرموك بثلاثة أهداف لهدف لكي يواصل تصدره بنفس الرصيد مع العربي.